بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فقه المرأة المصري. الحقيقة في هذه الأيام بنعيش أيام مباركة، يعني من الأيام الجميلة التي نحن دائما في انتظارها، وهي أيام الحج. وطبعا أكيد كلنا نعلم أن هذا الحج فريضة، ولكن فريضة حقيقية واختبار حقيقي جدا، لأنها رحلة إيمانية قلبية روحية بدنية. لابد بالفعل أن احنا يكون في استعداد لنسائنا وبناتنا، إن شاء الله يكون ليهم فرصة للحج بإذن الله في هذا العام. ما المقصود بالحج؟ ما مقاصد هذه الرحلة؟ لدينا الكثير من الحكمة من وراء هذا الاختبار، وهذا نعد بالفعل أو نعد بالفعل من الاختبارات القوية التي تسهم بالفعل في بناء الإيمان داخل الإنسان. دعوة لحضراتكم نسائنا وبناتنا وأخواتنا من الأزواج، من الزوجات والبنات والأمهات، دعونا نبحث في هذا الأمر في هذه الحلقة، ولدينا سلسلة استعدادا لهذه الرحلة. نتحدث عن ماذا؟ عن الحج، وماذا عن الشروط، وماذا عن الاستعداد والتهيئة النفسية والروحية والبدنية والإيمانية. في هذه الحلقة رسالة أن تكون معنا الأستاذ الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ بجامعة الأزهر، وأيضا الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، وأيضا الخاص جدا بشؤون الوعظات. طبعا نرحب بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بك يا نادين والساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالف خير. طبعا احنا يعني سعداء بوجودك معنا النهارده، لان هذا الموقع او هذا المنصب ليس بالسهل، لان اتجاه الازهر في هذه الايام لتقديم العون لنسائنا وبناتنا اينما وجدنا. الحقيقه بنجد هذا العون. ماذا عن شؤون الوعظات؟ ماذا عن هذا المنصب الذي يقدم الكثير من العون والاجابات الشافيه لصدورنا ان شاء الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا سعيدة بوجودي معك النهاردة ومشتاقة لك كتير وللسادة المشاهدين. الحقيقة أنه منصب ده فضيلة الإمام الأكبر استحدثه يعني خصيصا لتقديم خدمات للمرأة على كل المستويات. فضيلة الإمام كان في مجموعة من الواعظات موجودين في الأزهر الشريف، فأراد فضيلة الإمام أن يكون في خدمات أكثر تقدم، تدريب أكثر لهذه الواعظات علشان يكونوا مواكبين للمجتمع ولقضايا المجتمع وللمستجدات على طول على الساحة اللي موجودة، فاستحدث هذا المنصب عشان يكون في حد متخصص يقوم بهذا الأمر. الحقيقة الحمد لله رب العالمين قدرنا أن إحنا بعدد قليل، يعني إحنا عندنا عدد قليل من الواعظات، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا بهذا العدد القليل أن إحنا نفعل الكثير جدا، طالما خلصت النوايا وطالما أنه الإنسان بيجتهد لوجه الله ولخدمة المجتمع ولخدمة الإسلام والمسلمين. نقطة يعني قصة الكثرة أو القلة أعتقد ليس بالعدد، ولكن بمن يتمكن من هذا المكان، ومن كان تكون له هذه الشروط، لأن حضرتك بتحطيها أمانة أو بتضعيها أمانة أمام كل هذه المنابر. الحقيقة والله احنا يمكن من اول ما بدانا يعني عملت اجتماع مع الواعظات وجددنا النيه وقلنا ان احنا يعني هيبقى عملنا رساله ليست وظيفه، اشتغلوا هي وظيفه لكن في الاصل هي رساله وهي امانه، ولم يجبرك احد على هذا العمل، لا انت اللي جيتي ارتضيتي بهذا العمل وجريتي عليه، وبالتالي انت تعرفي معنى وقيمه هذه الامانه اللي تتحمليها دي. يعني وظيفه الرسل هي وظيفه لكنها وظيفه الرسل في الارض، وبالتالي لابد ان احنا يعني نقتدي بقى بالرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اداء هذه الامانه ونقتفي اثره في كل شيء. وبالفعل بدانا من هذا المنطلق، يعني النيه خالصه لوجه الله وانها رساله نريد ان نخدم بها المجتمع بكل ما نستطيع. وبنطمن كمان قلوب نسائنا وبناتنا في كل هذه المنابر من خلال الوعظات، من خلال اهتمام الازهر. ماذا عن الاصدارات الجديده قبل الحج؟ ودي مهمه قوي قوي حكايه التهيئه. وماذا عن ما يقدمه الازهر للمراه في رحله الحج؟ هنخصص كلامنا زي ما انت بتقولي كده للحج بالذات. احنا في الاول موسم اول ما بدانا كان في سنه 2019، وكان موسم الحج في ذلك العام. نزلنا الى المطار وبدا يبقى في ركن خاص بالواعظات في المطار للاجابه على اسئله السيدات ولتصحيح المفاهيم الخاطئه واشياء كثيره جدا يمكن قابلناها خطا كانت موجوده.
بندلهم ارشادات بقى وتوعيه. بتيجي السيدات للمكان اللي فيه الواعظه بتسالها، حتى من غير ما تسالها، لو احنا ما فيش واحده جت تسال، بنروح رايحين للتجمع او المكان اللي فيه السيدات، او بنجمع السيدات بالزبط. في مكان وبنبدا ندلهم التوعيه الكامله ليهم، هي هتعمل ايه، المفروض ايه تتجنب، ايه الواجبات عليها، ايه الاشياء اللي لازم تتجنبها، ايه الاخطاء اللي ممكن اللي تقع فيها مع النساء حضرتك ان شاء الله طوال الحلقات ان شاء الله القادمه عشان نطمئن نسائنا. لكن شايفه في اصدارات حضرتك، يعني قبل ما ندخل في التفاصيل، ماذا عن اهميه هذه الاصدارات؟ هو احنا بننزل مع الواعظات وتبقى موجوده في المكان، يعني اي حد هيروح للحج ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب له، هيروح المكان اللي فيه ركن الفتوى الخاص بالازهر الشريف، هيلاقي الواعظات موجوده ويلاقي واعظ موجودين، وهيلاقي معاهم اصدارات الازهر الشريف اللي بياخدها، في حاجات زي كتيبات كده عندنا مثلا، زي كتيب دليل الحج والعمره، في كتيب اخر مع الحجيج، في عندنا بعض المطويات الخاصه ممكن ياخدها كده يقراها خفيفه وسريعه، الادعيه الخاصه بكل مكان من اماكن الحج والمناسك كلها، يدعي يقول ايه في كل مكان وفي كل وقت، في حاجات خاصه بالمراه، الاحكام الخاصه بالمراه، وهيكون في حاجات تانية برضو ان شاء الله باذن الله بنسعى لان احنا نصدرها. طبعا اكيد، اولا دي حاجه جميله جدا ومطمئنه، واحنا بنقول لحضرتك احكام خاصه بالمراه، ويمكن في اسئله بتبقى حرجه او خاصه جدا للمراه، وبالتالي وجود واعظات دارسات خارجة من خلال دورات تأهيلية تعليمية تدريبية تثقيفية، وخارجة من خلال هذه الثقة، وهم كده أصبح واعظات ثقات خارجة من هذا المنبر وهذا الصح الكبير وهو الأزهر الشريف، وأعتقد ده شيء رائع إن شاء الله. يعني أكيد هنستمد من ما يعني نقول أخرجتوه من هذه المعلومات شيء مفيد قوي لبرنامجنا من خلال فقه المرأة في الحج. نبدأ بقى أعتقد يعني في هذه الحلقة وفي هذه الرحلة، ماذا عن مقصد الحج، الحكمة منه، وإحنا بنلاقي الحياة الكثير من الاختبارات داخل هذه الرحلة، وإحنا بنعتبرها بالفعل شاقة لزيادة الإيمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أقول لكم كده إنه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه المقصد من الحج. المقصد من الحج هو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، زرع التقوى في القلوب، قدرة الإنسان، يعني إشعار الإنسان بقدرته على أن يتجنب الحلال كله في الدنيا، يعني أشياء كثيرة جدا محللة لينا في الحياة، من أول ما بتدخل في الإحرام بتبقى هي محرمة عليك، يعني معنى إحرام يعني ما كانت تنوي أن تطيع الله سبحانه وتعالى فيما يحرمه عليك دون يعني بإرادة كاملة منك. تمام، يعني ده معنى كلمة الإحرام، يعني إيه أنا بحرم، إيه المحرم، إيه اللي مش عارف، إيه المحرم، إيه المحرم، الإنسان المحرم بالحج يعني الإنسان الذي دخل بنية خالصة ليؤدي عبادات وليتزم بما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من أشياء كانت محللة من قبل. تمام، حاجات كلها كانت محللة لينا بقت محرمة علينا. طيب هتوقف عند الإحرام، هنخرج لفاصل سريع، ولكن هنعود لحضراتكم إن شاء الله، هنشوف شروط هذه الرحلة، وبالتالي يعني شروط، ولكن هنركز شوية على النية، خلي بالنا، هنبدأ مع حضراتكم إن شاء الله هذه الرحلة بعد الفاصل، فانتظرونا. مشاهدينا عودنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل السريع، لدينا الكثير خلال هذه الرحلة ومن هذا المنبر فقه المرأة في الحج. الحقيقة طوال هذه الحلقات إن شاء الله تكون معانا ودائما مشرفانا دكتور إلهام شاهين. طبعا برحب بحضرتك مرة أخرى في هذا اللقاء، ولكن عايزين نقول إنها فرصة لينا إن إحنا عندنا تفاصيل كده خاصة، هيك قلتي المقصد من الحج والإحرام، ولكن نتوقف عند الشروط، لأن دائما بتبحث المرأة عن الشرط، وهي الشرط أعتقد في البداية وهي النية. ما أهمية النية في أداء هذه الفريضة؟ هو النية في الحج ده أساس، أن يعني لو راحت للحج، الإنسان راح للحج دون أن ينتوي أو يكون عنده نية أن ده حج، هو مش خلاص الحج ما باطل، لا ينفع. لكن لابد أولا أن أنوي أنني بهذا الإحرام أنوي الدخول في مناسك الحج، دي أولا، ده رقم شيء. قبل النية لابد أن أخلص نفسي من كل الحقوق الخاصة بالعباد. تمام. يعني لازم لأن أنا رايح ربنا سبحانه وتعالى، أنا رايح توبة إلى الله، ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى، إلى بيته الحرام، لكي أطلب أن أعود مغسولا من الذنوب وأرجع كيوم ولدتني أمي. فلا يمكن أن أذهب وأنا محمل
بحقوق الخلق، يعني أنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسامحني فيما هو تقصير بيني وبينه. نعم. أما حقوق الخلق، حقوق العباد، فدي لازم أنا الأول أتخلص منها قبل ما أذهب إلى الحج. يعني لو أنا مستلف من حد فلوس لازم أسددها له. طيب لو أنا ما عنديش قدرة على السداد دلوقتي، لا، يبقى أنا أستسمحه إلى الوقت الآخر. حقوق مادية للعباد، حقوق ظلم، لو كان في ظلم ظلم الإنسان العباد لابد أن هو يستحل من هذا الظلم. الواحدة ساعتها ما بتبقاش بتفكر هي ظلمت، هي من وجهة نظرها أنها ما ظلمتش وأنها صح كده، أو حتى أظن ظن سيء بالآخر وبالتالي أخلص نيتي. يعني لازم نأكد يا جماعة قصة حق العباد وحق رب العباد هنا مهمة قوي. يعني حق الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي أنت ذاهب إليه ليسامحك فيه. أما حق العباد فلا بد أن تتخلص منه قبل أن تسافر. ده أولا، يعني لازم نفهم ده. النفقة بتاعت الحج كلها لازم تبقى طيبة وخالصة ومن مال حلال. ما ينفعش، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما ينفعش إن أنا أذهب إلى الحج وبمال حرام، بمال مسروق، بمال من تجارة محرمة، بمال مختلس، بمال مأخوذ من رشاوي، بمال من تجارة أو ربا، أو بمال من تجارات وأنا كنت باخد من الناس، يعني مثلا اللي بيغش في الميزان ولا اللي بيغش في السلعة أو كذا. كل ده مال حرام لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة منه. فبالتالي لابد ان، ورسول صلى الله عليه وسلم قال لنا، يعني الانسان ياتي الى الحج اشعث اغبر يدعو ويقول يا ربي يا ربي يا رب، ومأكله حرام او مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، ان يستجاب له. والله انا بقول ان يعني ازاي ربنا هيستجيب له هو حرام كله؟ دي كارثه. يعني هي منحه واحنا بننتظرها، ننتظر الاذن من الله سبحانه وتعالى. هناك الكثيرات من نسائنا الحقيقه قعدوا سنين يعني يدعوا ربنا ان ربنا، وما بيكونش ليهم الحظ. ولحد النهارده في نساء كثيرات كل ما يجي ينتوه ان هم يذهبوا للشيء او لهذا الامر وتفاصيله، هذا الامر وهم في حزن شديد. انا عشان كده قلت بدات يعني بعد الشروط وهنكمل الشروط، بس ماذا عن هذا الامر؟ هو انا بس عايزه انبه نقطه، انه ليس معنى ان الانسان ذهب الى الحج او وصل الى بيت الله الحرام ان هذا مرضي عنه او مقبول او ان هذا مقبول. لا، ده يمكن ده بيبقى مسؤولية كبيرة جدا عليه. لا، ده أنا وصلتك إلى هذا المكان لكي أعطيك فرصة لتتوب ولكي تتخلص من حقوق العباد ولكي تلتزم بعد ذلك، فأتيت إلى هنا ورجعت، فيكون هذا الأمر كله وكل هذه المناسك شاهدة عليه يوم القيامة. يعني عايز أطمن الناس أنه الذي لم يذهب إلى الحج وهو يشتاق ليس معناه أن الله غاضب عليه أبدا. بالعكس، ده يمكن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك فرصة أكبر لكي تستعد أكثر، لكي تتخلص من حقوق العباد أكثر، لكي تلتزم مع الله أكثر، لكي تأتي بنفقة خالصة أكثر. يعني بيديك فرصة أكبر، يعني ما تزعلش ما تحزنش يعني. واللي يشتاق إلى الحج ويستعد لي ويحاول أن يجتهد فيه، ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الثواب حتى وهو جالس في بيتي. فإحنا مش عايزين نخلي الناس تفكر أنه لا أنا كده ما طلعتش فأنا كده ربنا غضبان عليا. لا أبدا، استعدوا وحاولوا تجتهدوا وحاولوا أن كنتوا تبحثوا عن النفقة الحلال علشان تذهبوا إلى الحج إن شاء الله. الحقيقة ده اللي خلاني أسأل حضرتك، لأن في أسئلة وكدام من تجيلنا سؤال، وإحنا الحقيقة يعني بتقشعر الأبدان لي لما زوجة بتبعت لنا تقول أنا زوجي بقاله عشرات السنين بيتقدم ويترفض، يتقدم او ما تكملش. عايزه اقول لها انه ربنا سبحانه وتعالى يعطيه اجر الحج طالما هذا الشوق وهذه المحبه يعني وصل اليها الى هذه الدرجه. فربنا سبحانه وتعالى هيعطيه اجر وثواب الحج. عارف انه كان يعني يحكي لنا الصالحون انه احيانا البعض الذي ينوي الحج ولا يستطيع ان يذهب كانوا يرونه في الحج، يقول لك انا شفت فلان في الحج كان معانا وكان بيطوف. وده على فكره ده هتلاقيه بيحصل لغايه النهارده، يعني بيبقى حد فعلا نفسه جدا ان هو يروح. ويجي حد يقول هو مش فلان ده كان موجود معانا في الحج السنه دي؟ ده انا شفته هو بيطوف، ده انا شفته ما اعرفش ده. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى بيكتب له هذا وبيجعل له اطمئنان من شواهد من الناس وشهود من الناس يشوفوا شكله او يلقي شبهه على واحد من الناس الموجودين علشان يطمئنوا ان انت بهذا القلب وبهذه النية
النية الخالصة ربنا سبحانه وتعالى تقبلها منك وأعطاك أجرها، وسوف تجدها يوم القيامة في ميزان حسناتك. اللهم أمين. شوف قلب الزوجة حتى على زوجها وصل لإيه، إنها بتقول لو مش مقبول عند الله سبحانه وتعالى، ولكن حاجة لا مقبول، يعني إجابة الحقيقة قوية جدا يعني في هذا الأمر للكثيرين اللي ما بيسعفش أو الحظ أو صحته بتروح أو في مشكلة بتحصل له، وبالتالي ما بيقدرش يروح يقول لك ربنا مش راضي. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني ما حدش يفكر أبدا أنه الذهاب الذي يذهب إلى الحج هذا هو يعني، وبعدين يقول لك ده فلان ده احنا عارفه ده ماله حرام وبيعمل كذا وكذا، وطلع وفلان ده طيب وكل سنة لا مش هذا، ده بالعكس، ده دي كلها يا جماعة شواهد عليه وهتيجي يوم القيامة، دي مسؤولية كبيرة جدا ربنا بيكتبها. أنا اديتك فرص، اديتك فرص كتير قوي وفتحت لك الأبواب كتير قوي وجبتك عندي كتير قوي، ومع ذلك أنت لم ترجع. طب دكتور الهم، أنا قلت ليه الواقعة دي من قبل الزوجة والزوج اللي كان بينتوي الحقيقة قصة، هل يستطيع الإنسان أن يحج بقلبه؟ وما المقصود الحج بالقلب؟ هو تمني الحج، تمني الحج والشوق إلى بيت الله الحرام، والشوق إلى السعي بين الصفا والمروة، والشوق إلى تأدية المناسك، كل هذا هو تمني بالقلب. فالإنسان قلبه بيبقى معلق، وهذا هو المفروض علينا كلنا أن إحنا كلنا نحج بقلوبنا إذا لم نستطع أن نحج بأجسادنا، فيبقى قلوبنا مع الحجيج، قلوبنا بتطوف حول بيت الله الحرام، قلوبنا بتقف على عرفات، قلوبنا بتسعى بين الصفا والمروة، قلوبنا بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام. الإنسان بيفضل طول عمره يحاول أن هو يجتهد، ويحاول أن هو يحوش فلوس، ويحاول أن هو يسعى بأي طريق من الطرق، أن أنا أروح أشتغل هناك في المكان علشان لما يجي موسم الحج أقدر أحج. فكل دي حاجات إحنا كلنا ربنا سبحانه وتعالى يأملها مننا، ولابد أن نسعى إليها كلنا. يعني حج القلوب ده واجب علينا كلنا، إذا لم نستطع أن نذهب بأبداننا وبقلوبنا للحج، فعلينا أن نذهب بقلوبنا وبمشاعرنا إلى الحج، ونحج مع الحجيج، وندعو الله سبحانه وتعالى، وتتعلق قلوبنا بكل المناسك وبكل المشاعر. بنتكلم على سلسلة الاختبارات، ونبدأ هذه الاختبارات وهي الزحام الشديد، وتأتي المرأة في أول اختبار ليها في هذا الأمر من جميع بقاع العالم. ماذا عن هذا المشهد؟ أولا لابد أن المرأة في هذا المشهد تكون ملتزمة طبعا بزي، ليس بزي خاص، بملبس خاص بالحج، لكن طبعا الملابس المحتشمة الواسعة الفضفاضة. يستحب اللون الأبيض، لكن إن لم يكن لون أبيض فأي لون مستحب، لكن ما يكونش فيه ألوان فيها بهرجة، لا يكون هناك زينة، لكن يكون هناك اغتسال ونظافة خاصة شخصية للمرأة. ليس لها الطهارة من الحيض أو النفاس، إذا كانت على حيض أو نفاس، تؤدي كل مناسك الحج، يعني تدخل في الإحرام وهي في الحيض أو وهي في النفاس. طيب. وتنوي الإحرام وتغتسل، لكن لا تصلي ولا تطوف. طيب. بالبيت احنا طبعا عندنا تفصيلات خاصة إن شاء الله هتبقى في حلقة قادمة بإذن الله، ولكن بتكلم على الزحام واختبار للصبر وإزاي أقدر أتحمل غيري. أنا بتكلم على الجزئية دي لأن في أدب أو في آداب لهذا الأمر، نختتم بها من خلال النصائح الخاصة بالجزئية دي. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دي الثلاث نقاط الأساسية، واللي بيعملهم أي شيء فيها بيبقى وجب عليه دم، يعني تخيلوا ازاي. فالانسان لابد ان هو اذا كان مهما كان، لان خلي بالك يعني لا يعرف هذا الا من دخل بالفعل الى الحج. الحج لابد ان يتعرض الانسان فيه لكثير جدا، الشيطان بيبقى حريص جدا جدا ان هو يخرجك بالعصبيه، بالنرفزه، غضب، بعدم التحمل، بالغضب، بكل شيء. بيحاول بكل الطرق ان هو يجعلك تخرج بالفسوق، بكثره الشكاوى من الرحلات الشركات، ويدخلك في حته ثانيه خالص بعيد عن المقصد. بالظبط كده، انت لابد انك تعرف انك ذاهب في اختبار ايماني شديد جدا لقوة التحمل، عشان كده ربنا ذكرها في القرآن الكريم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انت هتقابل في الحج دوت شعوب كتيرة جدا، هيبقى فيه زحام شديد جدا، هيبقى فيه أفكار مختلفة جدا، ومواقف كثيرة. لابد أن تتحمل وأن تكون في حالك، يعني أنا عايزة أقول لكل النساء خليكي في حالك بالظبط، خليكي في حالك، ما تبصيش لحد، مالكيش دخل بأي حاجة. أي شيء تتعرضي ليه، حرارة، زحام، كلام، انتقاد،
أي شيء لا كأنك عايشة لوحدك، يعني خليكي مع الله سبحانه وتعالى. أجر عظيم. خليكي اجتهدي أن لا تتحدثي مع أحد، أن يكون لسانك هو خالص تتحدثي عن أحد أو عن أحد، لا تتحدثي مع أحد ولا تتحدثي عن أحد، ولا تنتبهي لأي انتقادات، ولا عليكي بسؤال العلماء اللي موجودين، يعني أي حد تسمع أي حاجة تشكل عليكي يبقى عليكي بسؤال العلماء الموجودين، معاكي كتيب واخداه من جهة موثوقة زي الأزهر الشريف اقرأي فيها وارجعي إليها، في عندنا أرقام تليفونات هنبقى حاطينها لكم ممكن تتصلي وتسألي لو في أي شيء يعني أغلق عليكي، لكن لا تلتفتي إلى أحد ولا تتحدثي مع أحد في أي شيء يخرجك عن المناسك، ولا تتحدثي عن أحد، يعني دي فلانة دي قالت لي، دي فلانة دي عملت، دي فلانة دي ملناش دخل، خلينا في نفسنا وخلينا مع الله سبحانه وتعالى، ولا تتحدثي إلا بالذكر لله عز وجل. فلنفر إلى الله سبحانه وتعالى بكل المقاييس الفرار، لأن هي فعلا الحجة أو هذه الرحلة قد يعني تكون من نصيبنا هذا العام، ولا نعلم هل يكون لنا نصيب في الأعوام القادمة أم لا، فهي فرصة والله أعلم بها إن شاء الله. يعني يكون لنا لقاءات قادمة إن شاء الله مع دكتور إلهام، وإحنا سعداء بوجودها معنا النهاردة، ولكن بإذن الله انتظرونا، عندنا أسئلة خاصة جدا بحضراتكم وخاصة جدا لنسائنا وبناتنا إن شاء الله، خليكم معنا من خلال هذه الرحلات، وهذه رحلات فعلا هي رحلات إيمانية، بنهيئ نفسنا وبعضنا لهذه الرحلة الكبرى. دكتور إلهام شاهين طبعا كانت منورانا في هذه الحلقة، وطبعا هي الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية الخاصة جدا لشؤون الوعظات والأستاذ بجامعة الأزهر، بشكر جدا وجودك معنا. شكرا لك يا أستاذة نيفين والسادة المشاهدين. لنا لقاء إن شاء الله، انتظرونا في الأسبوع القادم حلقة جديدة في فقه المرأة على شاشة القناة الثانية التلفزيون المصري. لكم تحياتي، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.